سيداتي يعني سيدتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمد من قناة مستر أوي. النهاردة إن شاء الله عايزين نتعلم إزاي نقول كخ وإزاي نقول يا لما تكون قرفان، لما تكون مشمئز من حاجة، هتعبر عنها إزاي بالإنجليزي. يلا بينا. إحنا في مصر لما بنبقى قرفانين بنقول يا، نشوف حاجة مقرفة كده نقول يا. عندهم بقى في بريطانيا بيقولوا يك يك يك، ممكن يقولوا إر إر إر، ممكن يقولوا إير إير إير، فما تقولش يا لو رحت بريطانيا. أما في أمريكا بيقولوا بقى إيو إيو إيو، وممكن يقولوا جراس جراس جراس. لو لاحظتوا معايا هتلاقوا إن الأربع أصوات اللي إحنا قلناهم دول عبارة عن أصوات أصوات، يعني مش كلمات بنقولها أو كلمات بنكتبها، دي أربع أصوات. طيب تيجي يلا ناخد كلمات. How disgusting how disgusting how disgusting. disgusting يعني مقرف أو مشمئز، فما نلاقي قبلها how أداة استفهام how، إذا تبعت بصفة يبقى أسلوب تعجب، يبقى how disgusting معناها يا له من شيء مقرف أو يا له من شيء مقزز. how disgusting. that's a terrible that's a terrible that's a terrible. ممكن نقول that's awful that's awful that's awful، يعني يا له من شيء فظيع او يا له من شيء مريع او يا له من شيء مقزز او يا له من شيء مقرف. دلوقتي هناخد مع بعض بعض الصفات التي تستخدم مع الاشياء المقززه. واول صفه معانا هي كلمه rancid rancid rancid. rancid بتيجي اكتر مع الاشياء الفاسده او الاشياء التي انتهت صلاحيتها. مثال لو احنا بنوصف اللبن مثلا او الحليب ان هو فاسد نقول عليه rancid rancid. gruesome معناها برضو مقرف، ولكن بتستخدم مع الحاجات اللي فيها دم كتير او فيها قتل، مشاهد قتل، بنقول عليها الحاجه دي gruesome. عندنا حاجه مقرفه بس بسبب ان شكلها قبيح او غير جذاب، حاجه قبيحه او غير جذابه، ونصفها بحاجه من الاثنين نقول عليها repulsive او repugnant. حاجة مقرفة لدرجة انها تخليك تشعر بالغثيان، تشعر بس يعني انت مش فعلا هتقوم بالغثيان او بالتقيؤ، لا انت فعلا بتشعر بس. لو وصلت لدرجة الشعور ده فانت الحاجة دي هنصفها انها nauseating nauseating nauseating. وكلمة يتقيأ نفسها اسمها vomit vomit vomit. لو ليك صديق بيشتم كتير او بيقول الفاظ خارجه كتير او اللغه بتاعته منحطه وفيها يعني حاجات كده مش لطيفه، فانت تقول اللغه بتاعته vile and vulgar vile and vulgar vile and vulgar، يعني لغه منحطه ومبتذله. فانت المفروض تنصحه تقول له you should stop using such a vile language you should stop using such a vile language. You should يجب عليك stop أن تتوقف عن using استخدام such مثل هذه vile language، اللغة المنحطة أو اللغة المبتذلة. لو أنت بقى عايز تبقى أنت شخص لغتك مش لطيفة وتتريق أنت على الناس، لما تلاقي الشخص لابس هدوم مش لايقة عليه وعامل فيها كالشبح كده، فأنت تصف وتقول you are ghastly you are ghastly you are ghastly. ghastly يعني شبحي، أنت كده شخص عامل كده هيئتك كالشبح. لو البنت عملت سلطة وحشة في البيت فأمها تقول لها your salad is rank your salad is rank your salad is rank. rank هنا معناها متعفنة أو حاجة مش لطيفة، يعني السلطة بتاعتك مش حلوة. your salad is rank. وانت لقيت عيل صغير راح ياخد مصاصة أو حلاوة من على الأرض وياكلها، فانت تقول له إكي إكي، يعني كخ كخ إكي إكي كخ كخ. عارفين ان كلمة سكن معناها الجلد، سكن معناها الجلد، وكلمة كرول يعني يزحف او ينمل، كرول يعني يزحف او ينمل. فما نقول to make one's skin crawl يعني ان يجعل جسم الشخص ينمل، to make one's skin crawl to make one's skin crawl. وده بيحدث لما انت بتشعر بانك خائف او قرفان، انك تكون خائف او قرفان فتستخدم التعبير ده to make one's skin crawl to make one's skin crawl. كلنا عارفين ان كلمة stomach معناها المعدة، ستومك معناها المعدة، ستومك المعدة. وكلمة turn يعني يتقلب أو يتحول، turn يتقلب أو يتحول. فما نقول to make stomach turn
to make a stomach turn. To make a stomach turn معناها ان الحاجه دي بتخلي معدتك تتقلب، وطبعا الحاجه دي لها علاقه بالاكل. فمثلا امك بتقول لك كل spinach 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 يعني السبانخ، فانت ما بتحبش السبانخ فتقول لها I can't eat spinach I can't eat spinach I can't eat spinach. ليه يا ولد؟ because it makes my stomach turn because it makes my stomach turn because it makes my stomach turn بتخلي معدتي تتقلب كده. To give someone the heebie-jeebies. To give someone the heebie-jeebies. To give someone the heebie-jeebies. Heebie-jeebies هنا معناها انك تصاب بالذعر او بالخوف. فمثلا انت ماشي من قدام بيت، والبيت ده اصدقائك بيقولوا ان هو فيه عفاريت او فيه حاجات وحشه، فانت بتعدي من قدامه تقول That house always gives me the heebie-jeebies. That house always gives me the heebie-jeebies. يعني المنزل ده دايما بيصبني بالخوف او بالذعر. كلنا عارفين ان كلمه او الفعل شيك معناه اهتز، شيك معناه يهتز، لكن لما تهتز نتيجه القرف او الاشمئزاز هنستخدم shudder shudder. فنستخدم العباره to make someone shudder يعني ان تجعل شخص ما يهتز، بس نتيجه ايه؟ disgust اللي هو القرف او الاشمئزاز. معظم الناس لو شافت عنكبوت او البنات لو شافت صرصار بيجروا بسرعه، فما بيقدروش يقفوا قدام العنكبوت او الصرصار شويه وقت. فعشان كده بنستخدم تعبير to be unable to stand the sight of to be unable to stand the sight of to be unable to stand the sight of to be unable يعني ان تكون غير قادر. unable غير قادر. to stand ان تقف امامه. to stand the sight of ان تقف على مرأة من كذا. مثلا هتقول انا لا استطيع ان اقف على مرأة من العنكبوت، هقول I can't stand the sight of spiders I can't stand the sight of spiders I can't stand the sight of spiders. او ممكن اقول بدل can't اقول I'm not able to I'm not able to I'm not able to stand the sight of spiders I'm not able to stand the sight of spiders. to have no stomach for to have no stomach for to have no stomach for. التعبير ده بنستخدمه لما مثلا امك طبخه اكله معينه زي مثلا السبانخ spinach وانت مش بتحبها او مالكش نفس ليها، فتقول I have no stomach for spinach I have no stomach for spinach I have no stomach for spinach. مش معناها انا ماليش معده للسبانخ، معناها انا ماليش نفس للسبانخ، مش عايز اكل سبانخ. انا اسف بصراحه على الفيديو ده، ولكن كنت مضطر يعني اعمله لانه فيديو هو مش لطيف بس دمه خفيف، ولكن يلا مش مهم، المهم ان هو خلص. اتمنى ان يكون الفيديو ده يكون فادكم باي تعبيرات جديده، واكيد التعبيرات دي كانت مهمه ومش كل عارفها او كل ما كانش بيستخدمها. فاتمنى يا رب يعني اكون وفقت في هذا الشرح، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه: سبسكرايب لايك كومنت فيفورت.